هنشرح النهاردة بإذن الله مسألتين على البوينت بوزيشنينج، اللي هو يعتبر مراجعة على ما تم دراسته في الكورسات السابقة في CEB 111 وCEB 112، بحيث بإذن الله نغطي المراجعة اللي حصلت على البوينت بوزيشنينج في التوتوريال الأولاني. السؤال الأول بيقول لي to find out the coordinates of point T is utilized was set up over it، عشان خاطر أجد إحداثيات نقطة اسمها T جبت سيودلايت وقفت على النقطة ديت، and the following angles were measured، والزوايا التالية تم قياساتها، أنجل ATB والرقم بتاعها أهو، وأنجل BTC وده الرقم بتاعها. بيقول لي بعد كده if the coordinates of the points A, B, and C are given as ومديني أرقام الإيستنج والنورثنج بتاعها، find the coordinates of point T. طبعا بمجرد نظري للمسألة بفهم جدا إن هي مسألة ريسكشن، بدون الحاجة حتى إلى الرسمة التوضيحية اللي مرسومة، أنا بداية هبدأ أوقع التلات نقط اللي موجودين عندي بشكل سليم بالنسبة لبعض A, B, C. طبعا B الايستنج بتاعها اكبر من A والنورثنج اكبر من A، تطلع بالمنظر ده هنا. C بالنسبة لل B الايستنج بتاعها اكبر والنورثنج بتاعها اقل، تنزل المنظر ده كده هوت. وطبعا point T عشان اعرف اتجاهها هل هي فوق ولا تحت هفولو الزاوية، هو بيقول لي زاوية A T B قيمتها ب 58 درجة وشوية، معنى كده اللي انا ATB clockwise تبقى بالمنظر دوت تجيب لي 58 درجة، تجيب 58 درجة، يبقى اذا هي في الاتجاه ده. اما لو كان فردي في الاتجاه التاني كانت الزاوية اللي اسمها ATB كانت هتبقى الزاوية الخارجية، ولذلك كانت هتبقى قيمتها كبيرة مش 58 درجة. لذلك انا حتى لو الرسمة دي ما كانتش معايا انا كنت اقدر ارسم الرسمة دي بدون الحاجة الى ان هي تكون مرسومة. طيب مسألة ريسكشن واضحة، نبدأ نحل على طول زي ما تعلمنا قبل كده هوت وراجعنا التوتوريال اللي فات. بداية أنا ببدأ أجيب اللي أقدر أجيبه من 3 كنترول بوينتس اللي موجودين، الـ A والـ B والـ C أنا عارف إحداثياتهم، لذلك أول حاجة همسك الـ B والـ A، أجيب انحراف الخط بي A الخطوة الأولانية اللي أنا بجيب الـ Reduced Bearing بتاعهم 10-1 دلتا E على دلتا M، أعوض في الأرقام يطلع لي الرقم ده. طبعا المودلس انا مش مهتم بالاشاره تماما، ولكن الاشاره تهمني في اللي انا احدد الكوارتر، لما الدلتا اي نيجاتيف والدلتا ان نيجاتيف كده ده بيقول لي ان انا في الكوارتر الثالث اللي الهول سيركل بيرنج اللي فيه بيساوي 180 درجه زائد الريديوسد بيرنج اللي طلع كده، قدرت اوصل للالفا. وبرده من خلال احداثيات نقطه A ونقطه B اقدر اوصل لطول الضلع AB او BA، مش هتفرق خالص التسمية في ترتيب الحروف في الطول، ما بيفرقش اطلاقا، ترتيب الحروف يفرق في حالة الانحرافات فقط. جميل قوي، نفس الكلام اللي عملته مع ال A وال B هنزل اكرره تاني مع ال B وال C، هبدأ احسب انحراف الخط BC من احداثيات النقطتين ال B وال C بنفس الطريقة بالظبط، ال reduced bearing ومنها حدد ال quarter. هنا انا لقيت الدلتا اي بوزيتيف والدلتا ان نيجاتيف، ده بيقول لي ان انا في الكوارتر الثاني، العلاقه بي بتساوي الفا بتساوي 180 ناقص البيتا، كده قدرت اوصل الى الالفا. طول الضلع بي سي اقدر احسبه بنفس الطريقه بالظبط، سكوير روت دلتا اي سكوير زائد دلتا ان سكوير، كده انا قدرت اوصل لاطوال وانحرافات ما بين الثلاث نقط الجافن. طب ايه تاني موجود عندي في المساله؟ قدرت بس اللي انا عشان خاطر اسهل الخطوات عليا، الزاويتين اللي اسمهم ATB و BTC انا هسميهم سيتا 1 وسيتا 2 لسهولة التعويض بيهم بس في الارقام. طيب انا اقدر استفيد من سيتا 1 وسيتا 2 زي ما تعلمنا، انا اقدر استفيد ان انا دلوقتي عايز اطبق الساين رول على المثلثين ده الشمال واليمين. الساين رول هنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان طول الضلع ده على ساين الزاوية المقابلة اللي هي ثيتا 1 هتساوي طول الضلع ده على ساين الزاوية المقابلة اللي هي فاي 1. طب الكلام ده كله هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في اللي انا هجيب طول الضلع بي تي
مرة من المثلث الشمال ومرة من المثلث اليمين وأكون المعادلة، لأن طول الضلع دوت لما بيساوي حاجة من المثلث الشمال ويساوي لي حاجة تانية من المثلث اليمين، معنى كده إن الحاجة دي بتساوي الحاجة دي. لذلك ده اللي أنا عملته بالظبط، إن قلت إن ال بي تي من الساين رول الأولانية هيساوي ال بي اي على ساين ثيتا 1 في ساين فاي 1، اللي هي كانت في البداية ال بي تي على ساين فاي 1 بتساوي ال بي اي على ساين ثيتا 1، يبقى إذا ال بي تي بتساوي الكلام ده اللي في نفس الوقت بيساوي ال بي سي على ساين ثيتا 2 في ساين فاي 2، اللي هي الساين رول التانية من المثلث التاني. نقدر نعوض بأطوال الأضلاع اللي احنا حسبناها وبالزوايا اللي هي معطاة، نقدر نوصل للعلاقة ديت إن ساين فاي 1 بتساوي 1.151 ساين فاي 2، والمعادلة ديت هتنفعني أوي. بس حتى هذه اللحظة أنا المعادلة ديت هي فانكشن في فاي 1 وفاي 2، لذلك محتاجين معادلة تانية معاها تبقى فانكشن في حاجة واحدة بس. طيب سوري، معادلة تانية تبقى فانكشن في حاجتين برضو، بحيث إن المعادلتين يتحلوا مع بعض في مجهولين أقدر أوصل للفاي 1 أو الفاي 2 اللي هيحل لي المسألة. طب أقدر أوصل للمعادلة التانية إزاي؟ أقدر أوصل عن طريق إن زاوية الـ CBA دي كلها أنا أقدر أحسبها عن طريق فرق انحرافين الـ BA ناقص الـ BC اللي أنا already حسبتهم في المسألة، جبت قيمة الزاوية اللي هي الـ CBA، وأنا نتيجة إن الشكل ABCT شكل رباعي مجموع زوايا داخلية ب 360 درجة، يبقى إذا الزاوية اللي أنا لسه جايبها دي زائد ثيتا 1 اللي هي given زائد ثيتا 2 اللي هي given زائد فاي 1 زائد فاي 2 اللي أنا مش عارفهم، كل ده بيساوي 360 درجة. أقدر أوصل في الآخر إن فاي 1 بتساوي 360 درجة ناقص التلات قيم اللي عارفهم ناقص فاي 2 كده. دي المعادلة التانية اللي عندي، اللي مع المعادلة الأولانية أقدر أحلهم وأجيب الفاي 1 أو الفاي 2. هنا هنشيل فاي 1 من المعادلة ديت ونحط مكانها الرقم ده ناقص فاي 2، يعني أنا كان عندي هنا هو ساين فاي 1 بتساوي الرقم دوت في ساين فاي 2، وعندي فاي 1 بتساوي الرقم ده، معنى كده إن ساين فاي 1 هتساوي ساين الرقم ده اللي هو بقى فانكشن في فاي 2، لذلك أصبحت هي معادلة واحدة فقط فانكشن في فاي 2. أقدر أحل المعادلة ديت وأقدر أوصل للفاي 2. طبعا على الكالكليترز الجديدة أنا أقدر أحسبها عن طريق إن أنا أدخل المعادلة بشكل تلقائي وأبدأ أحط النون إكس وأسولف عن طريق من الكالكليتور بشيفت سولف، وأقول إن أنا الرقم اللي هيطلع ده هو قيمة الفاي 2. بس أنا لو عايز أحلها analytical أنا أقدر إن أنا بعد ما أكون المعادلة اللي هتنتج ديت أفك الأقواس والساين رقم ناقص رقم، أنا متعود اللي هي بتساوي ساين ده في كوزاين ده ناقص كوزاين ده في ساين ده، يتكون لي معادلة طويلة أبدأ أقسمها على كوزاين فاي 2، يبقى لي في الآخر تان فاي 2 فقط. طبعا ده الحل الأناليتيكال، بس أنا بذكر تاني أنا مش محتاج أحل أناليتيكال وأضيع دقيقتين ثلاثة في الامتحان، أنا أولى بيهم في مسألة تانية، فممكن أحل بالشيفت سولف على طول يطلع لي الرقم اللي أنا عايزه. طيب جميل قوي، بمجرد اللي أنا جبت قيمة الفاي 2 أقدر أجيب الفاي 1، رغم اللي أنا على فكرة مش محتاج أجيب الفاي 1، واحدة بس تكفيني. ليه واحدة بس تكفيني؟ لأن أنا already واحدة بس غلت لي فيه مثلث محلول اللي هو البي سي تي، المثلث ده أصبح معلوم فيه الطول ده الزاوية دي وكمان الزاوية دي، مثلث معلوم فيه زاويتين وطول اتحل وخلص الموضوع خلاص، وأقدر أجيب إحداثيات نقطة التي. الكلام دوت هيتم إزاي؟ هيتم عن طريق اللي أنا أقدر اللي أنا أجيب طول الضلع بي تي عن طريق المعادلة اللي أنا كونتها من شوية، ما أنا كنت مكون معادلة أخش أعوض بفاي 2 اللي أنا جبتها دلوقتي في الجزء ده، جبت طول الضلع بي تي. طب أنا عشان أجيب إحداثيات التي محتاج إيه؟ محتاج إحداثيات البي معايا، طول الخط بي تي معايا ناقص انحراف الخط بي تي اللي هو هيجي إزاي؟ مع
انا عارف ان المثلث ده هو مجموع زوايا الداخلية 180 درجة، يبقى اذا الزاوية دي 180 درجة ناقص دي ناقص دي جبتها. طيب الزاوية اللي طلعت دي اسمها سي بي تي، زاوية سي بي تي ديت اقدر اللي انا اعمل فيها ايه، اقدر اللي انا اقسمها لفرق الحرفين بي تي ناقص بي سي. طبعا السي بي تي قلنا البي تي ناقص البي سي هيبقى معلوم معايا البي سي، اقدر اجيب البي تي واعوض تعويض مباشر في القوانين الايستنج والنورسنج عشان اجيب احداثيات التي. طيب الحل التاني اللي انا اجيب الفاي 1 وامشي بالفاي 1 بقى زي ما مشيت مع الفاي 2 بالظبط، بس بدل ما انا جبت الانحراف الخطي بي تي من البي سي، لا هجيب البي تي المره دي من البي ايه. الحل ده او الحل دوت الاتنين هيوصلوني لنفس النتيجه في النهايه، اللي انا اصبح معايا احداثيات مبدئيه ومعايا طول ومعايا انحراف، اقدر اجيب الاحداثيات اللي انا بدور عليها في المساله، وكده يبقى المساله بتاعتي انتهت تماما. المثال التاني بتاعنا مساله بالمنظر دوت، مساله ديت من امتحان سابق، بتقول لي in the shown figure the observed lenses and angles taken at two control points A and B are given below. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا معايا two control points ادي احداثياتهم، ومعايا ارصاد اتاخدت على control points دولت عبارة عن طول وثلاث زوايا بالمنظر دوت، الطول ده اللي هو ال A T والزوايا دي اللي هي R A B. طبعا لما اقول R A B نعرف نسمي الزاوية كويس قوي، هي الزاوية الداخلية لانها clockwise. طيب ال T A B نفس الكلام، معايا الزاوية دي اللي هي اسمها T A B، ومعايا زاوية تانية اسمها A B R اللي هي الزاوية دي. عايز احداثيات نقطة ال T وعايز احداثيات نقطة ال R. ابدأ اتعامل مع مسألة زي دي ازاي؟ افصص مسألتي مثلثات، خلينا في المثلث الأول اللي اسمه ABT. المثلث اللي اسمه ABT دوت لما أجي أتعامل معاه أبدأ أشوف إيه اللي أقدر أجيبه. أنا أقدر أجيب انحراف الخط AB لأن أنا معايا إحداثيات الـ A وإحداثيات الـ B. نفس الكلام بكرره، بالـ 200-1 مودلس الـ delta A على الـ delta N جبت قيمة الـ reduced bearing 0 لـ 90. طيب الـ delta A والـ delta N مهتم بإشارتهم فقط عشان أحدد الكوارتر اللي أنا فيه، اللي بيزد عليها أحدد العلاقة الرياضية اللي أجيب الألفا من البيتا عن طريقها، اللي هي ربع التالت ألفا بتساوي 180 زائد البيتا. حسبت الألفا، طب أقدر أحسب تاني طول الضلع برضو، أقدر أحسبه من مثلثين من نقطتين معلومتين الإحداثيات سكوير روت دلتا إي سكوير زائد دلتا إن سكوير. طيب إيه تاني أقدر أستفيد بيه؟ انا معايا زاوية تي اي بي. طيب زاوية تي اي بي ديت تقدر توصلني اللي انا بمعلومية انحراف احد ضلعين الزاوية اللي هو الاي بي اعرف اجيب الانحراف التاني اللي هو الاي تي، وده اللي عملناه بالظبط. اللي انا قلت زاوية تي اي بي بتساوي الفا اي بي ناقص الفا اي تي، ده معايا عرفت اجيب الفا اي تي. وطبعا انا عشان اجيب احداثيات نقطة تي من الاي محتاج احداثيات الاي طول given في المسألة بشكل مباشر، انحراف لسه حاسبه، قدرت أوصل إلى إحداثيات نقطة T عن طريق العلاقات الرياضية اللي إحنا عارفينها بشكل أكيد، اللي إحنا مش هنقدر نحل أي مسائل كورنس بدون الـ basics اللي هي الـ equations دي بتمثل أحد الـ basics اللي عندنا. طيب ننتقل للمرحلة اللي بعدها، المرحلة اللي بعدها بقى ناخد المثلث التاني اللي هو الـ R A B. نفس الكلام بالظبط، R A B أنا أقدر أفرقها لفرق انحرافين، انحراف الـ A R الـ A B سوري ناقص الـ A R. طبعا الزاوية given في المسألة، الانحراف أنا حسبته، الألفا أقدر أحسبها. طيب بعد كده هو أنا محتاج إيه؟ بعد كده انا محتاج اللي انا اجيب انحراف الخط AR، مو احداثيات ايه معايا؟ طول الخط هو اللي ناقصني، الانحراف انا جبته خلاص، ناقص طول الخط. طول الخط اول ما احتاج طول في المساله، يا اما جيفن يا اما ادور على المثلث اللي هحله عشان اجيب الطول. المثلث اللي هو ده فيه ABR، اللي معلوم فيه الزاويه اللي هي RAB، معلوم فيه الزاويه اللي هي
ABR معلوم فيه طول الضلع AB، يبقى إذا أحله إزاي؟ مثلث معلوم فيه زاويتين وطول يتحل ساين رول بشكل سريع، مجموع زوايا المثلث الداخلية 180 درجة، دي زائد دي أطرحها من 180 جبت الزاوية دي. طب الساين رول بتقول لي إيه؟ طول الضلع AB على ساين الزاوية المقابلة اللي أنا لسه حاسبه هيساوي طول الضلع AR اللي أنا عايزه على ساين الزاوية المقابلة اللي هي ABR اللي هو given في المسألة، أعوض في العلاقة الرياضية جبت الطول. طبعا بعد ما جبت الطول أصبح معايا initial coordinates ومعايا length ومعايا bearing، أقدر أجيب إحداثيات نقطة الR بمجرد اللي أنا أوجدت إحداثيات الT والR، أقدر أوصل للمطلوب التالت، أحسب طول الخط والانحراف بتاع الخط TR بسهولة جدا عن طريق اللي أنا عارف إن العلاقة الرياضية البيتا بتساوي 10 ماينس 1 دلتا إيه دلتا إن، والألفا بتساوي علاقة في البيتا بتدع الكوارتر اللي بعرفه عن طريق إشارة الدلتا إيه والدلتا إن، طالما الاتنين نيجاتيف يبقى أنا في الربع التالت حسبت الانحراف وحسبت الطول، وكده يبقى انتهت المسألة بتاعتنا.